اوكي فوالا هون ده فوالا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم على قناه الفتح في ملعب فينسيس مارتس بامكو مالي عندنا في يوم العاشر من شهر فبراير عام 2019. المسلمون في هذا الصباح يتواجدون في هذا الملعب الكبير بدعوه او لاستجابه يعني لاستجابه دعوه امير يقول الرئيس مجلس الأعلى الإسلامي الشيخ والألحاج محمود ديكو. ننظر إلى الشيخ كما يراه الكل إلى أن دولتنا تعاني كثيرا من المشكلات يعني الداخلية والخارجية، اقتصادية اجتماعية سياسية وغير ذلك. وجدير بالذكر أن السياسيين كعادتهم عجزوا، فإذا ما عجزوا ما عندهم إلا النقد غير البناء لهذا يعني طلب أمير طلب السيد والرئيس يعني مجلس الأعلى الإسلامي الشيخ محمود ديكو من المسلمين أن يتواجدوا جميعا في هذا الملعب لهدف واحد، ألا هو أن نمد أكفنا إلى الله عز وجل ليغيثنا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إنه هو الله عز وجل. أتى نمد إليه أيدينا ونعلن له يعني عجزنا ونسأله سؤال العاجز يعني الفقير، أتى يعني ينجينا مما نحن فيه. فلا شك بعد هذا يعني الدعاء سيكون هناك إشارة وتنبيهات لأولي الأمر الذين تحملوا هذه المسؤولية الكبيرة وأوشكوا أن يعجزوا عنها. إذا تكون إشارة من الأمير ومن ضيفه يعني شريك ما يقولنا شريف نيورو الذي يكون حاضرا إن شاء الله ومعكم نادي الشمس في هذا الملعب الكبير لينقل لكم جميع الأخبار الموجودة هنا على التواصل الاجتماعي يعني كما عهدتم بنا بتاتا موضوع عنواننا كليب برودكشن في فيسبوك يوتيوب وغير ذلك إن شاء الله. فكونوا معنا فلكم إن شاء الله يعني الشكر الجزيل.